بمصائبنا مهنئا ومباركا في أفراحنا، إنه كريم ومهذب أخلاقه، مرحبا بضيوفه في منزله العامر، إنه سياسي لبق. نعم. إنه سياسي لبق ومحنك وحصيف، يقول كلمة الحق ولا يخاف في ذلك لومة لائم، مشهود له بالصدق والأمانة في أداء رسالته الوطنية السامية، بل في كل ما يسند إليه من واجبات. إنه رجل المرحلة المرتجى، ذلكم هو الدكتور إبراهيم الأمين عبد القادر. نخاطبك من هنا من المناجم، أنت طبيب عالجت مرضانا في مختلف مستشفياتنا، أنت أستاذ جامعي عملت بجامعة الجزيرة وغيرها، تخرج على أيديك خيرة الأطباء، ولا داعي لذكر الأسماء. اخترناك مرشحا لمنصب والي ولاية الجزيرة لأنك تقف مع الحق أينما كنت وحيثما صرت. أبشر يا دكتور، أبشر يا دكتور إبراهيم، وراك رجال وجماهير ولاية الجزيرة الوفية، رجالاً ونساءً شباباً وشيباً، عاهدوا الله أن يقفوا معك حتى المطاف. مبروك. الحضور الكريم، أرجو أن تسمحوا لي أن أتجول معكم في رحلة سياسية ماكوكية حول مشروع من أعظم المشاريع الزراعية، وهو مشروع الجزيرة العملاق. بدأ هذا المشروع العظيم بطيب الشيخ عبد الباقي عام 1912 في مساحة قدرها 250 فدان تزرع بمحصول القط لتغذية المصانع البريطانية مانشستر ولانكاشير. توسعت هذه المساحة رويداً حتى أصبحت 2.2 مليون فدان تزرع بمختلف المحاصيل الصيفية والشتوية، وتروى رياً انسيابياً. كان هذا المشروع يعتبر العمود الفقري لاقتصاد السودان، حيث يدر دخلاً وعائداً كبيراً على الدولة والمزارعين والمواطنين على السواء. هذا المشروع يحتوي على 23 منطقة ري، 18 قسم زراعي، طبعاً كانت قبل شوية، 107 تفتيش، 130 ألف مزارع، 47% من مساحته تابعة لمنطقة الجزيرة، و53% من مساحته تابعة لمنطقة المناجم. تعرضت جميع ممتلكاته في فترة الإنقاذ البغيضة من منازل ومكاتب ووسائل مكتبية وآليات زراعية وإلى آخره للتلف والضياع. إن هذا الدمار والخراب حدث بسبب قانون 2005، والذي جاء فيه واحد يعطي هذا القانون حق ملكية الحواشة لصاحبها بها لمدة 99 سنة، وذلك لنفس في نفس يعقوب، مش حبا في المزارع، إنما لأشياء أخرى هتصليكم. يعطي هذا القانون حق تمليك الحواشة لصاحبها بها لمدة 99 سنة، وذلك زي ما ذكرت لشيء في نفس يعقوب مش حبا في المزارع. اثنين، هذه الملكية تحت الحق لمالكها أن يرهنها أو يبيعها دون مشورة أسرته، وهذا بالطبع يعود، هذه مشاكل تعود وسلبيات بأسوأ مما ينظر إليها. تكون هذه الحواشة قد فقدت الانتماء الأسري وأصبحت ملكا لمالكها. أربعة، القانون يعطي الحق للممول أيا كان نوعه حتى ولو كان أجنبي أن يرهن الحواشة دون مشورة أو رغبة صاحبها. خمسة، قانون 2005 يؤدي في النهاية إلى تمليك المشروع
للإقطاعيين والرأسماليين أيًا كان نوعهم حتى ولو كانوا أجانب، دون مراعاة لحقوق المزارعين القبش. 6. إن هذا القانون لم يحظى بالوقت الكافي لدراسته ومناقشته وسط عامة المزارعين وكذلك أولئك الذين يهمهم أمره من العاملين وخلافهم، لذا نوصي بإلغاء قانون 2005. التوصيات: إعادة المشروع لسيرته الأولى وضخ الحياة فيه وفي مواطنيه من جديد. 2. تمنح السلفيات الزراعية في وقت مبكر لتؤدي مهمتها في وقت حوجتها. 3. إعادة زراعة محصول القطن في كل المساحة المخصصة له حيث يعتبر العمود الفقري للمشروع بل للسودان كله. 4. الالتزام بالزراعة حسب الدورة الزراعية المتفق عليها علمياً بالمحاصيل المختلفة وذلك حسب توصية البحوث الزراعية. 5. إنصاف العاملين الذين تم تشريدهم بموجب ترتيب البيت من الداخل. 6. عدم تسييس المشروع فإن هذا التسييس أدى إلى التخبط في اتخاذ القرارات المرتجلة والغير رشيدة. 7. تعويض أصحاب الأراضي التي آلت أيلولتها لمشروع الجزيرة تعويضا عادلا ومنصفا وحسب ما متفق عليه بين الأطراف المعنية. 8. تعويض المزارعين الذين تضرروا بزراعة التقابي أيا كان نوعها في أي محصول الغير صالحة مثلا تقابي الفاتو الأمريكية وخلافها. 9. محاسبة، وأكرر محاسبة، كل من تسبب في دمار وخراب وتدهور هذا المشروع العظيم. 10. تسجيل صوت شكر وعرفان للجنة الوزارية التي كونها السيد وزير الزراعة عام 2008 وذلك لمقدمته من نصائح وإرشادات قيمة وأمينة في تقريرها الوطني المسؤول والذي جاء فيه بيعت أصوله أي أصول المشروع بأبخس الأسعار وسرقت ممتلكاته ونهبت آلياته وشرد عماله وفقدت الإدارة هيبتها. كل ذلك حدث في هذا المشروع الذي كان يدر الخير والرفاهية لأهل السودان. هذا قليل من كثير، وبالله التوفيق وشكرا جزيلا. نشكر الأستاذ مختار النعمة على ما فهو الآن. كلمة منسق التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة الباشمهندس خالد إبراهيم أحمد. شمس الخلاص شرقت واقدين يدينا شموع، خطوات قصاد المجد ثوار وما في رجوع، سلمية في الشارع أعلننا نحن طلوع، قال مؤتمر مسلم إسلامكم المصنوع، شن فائدة الإنغاز ما شفنا غير جوع. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وبدأ أن نترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد لأهل المفقودين مفقوديهم، وأن يكلل مساعي الثورة بالنجاح ويتمم مسيرتها بعد تعثر. ونرحب بجميع الحضور والسادة جماهير محلية المناقل وجميع أهل الجزيرة نساءها وشبابها الصامدين الصابرين طوال عقود التهميش والإقصاء والخراب لممتلكاتهم ومحاربتهم في أرزاقهم، السادة شيوخ الذكر في طرقنا الصوفية مضمدة الجراح ومغذية الوجدان بالقيم والأخلاق النبيلة،
والسادة قيادات الإدارة الأهلية الحكمة القائمين على حفظ نسيجنا الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات مجتمعنا في الجزيرة الحبيب، السادة قيادات المنظمات العمل المدني والعمل السياسي في ولايتنا، الناشرين للوعي والاستنارة والتغيير بما يفيد الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر من بعد الله لكم جميعا لتكبدكم مشاق الحضور للاطلاع بدوركم في واجب حماية ولايتكم والمساهمة في إجماع رأي أهل الولاية للتوافق على متطلبات ومهام إدارة ولايتكم في الفترة الانتقالية بعد أن عانيتم طوال عقود الظلام من الإهمال والإقصاء والتمييز والتدمير لبنياتكم الاقتصادية. ومن هنا يطيب لنا أن نرسل رغبة وإرادة جماهير ولاية الجزيرة لكل من يهمهم الأمر. الرسالة الأولى لجميع مكونات قوى الحرية والتغيير: أولا، نشكر لكم قيادتكم ووقوفكم خلف الثورة حتى نجاحها في إسقاط الطاغية ونظامه الفاسد، وندعوكم بكل احترام وأدب وتقدير للاستماع والتجاوب مع إرادة ورغبة جماهير الولاية العريضة ودعم اختيارها لواليها الذي تريد، وسيكتب لكم بذلك التاريخ موقفكم الشجاع وإدراككم لحقيقة أن الشعوب هي صاحبة السلطة العليا في اختيار من يحكمها، وأنتم أعلم منا بذلك. الرسالة الثانية للإخوة صانعي القرار في مجلس السيادة ومجلس الوزراء: نشكر لكم قبولكم التكليف لإدارة الفترة الانتقالية، ونضع بين أيديكم رغبة وإرادة مواطني الجزيرة وإجماعهم لاختيار الوالي الذي يحفظ لهم التوافق والإجماع على الرأي، وبالتالي استقرار الولاية الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ونناشدكم أن تجنبوا هذه الولاية المحاصصات والترضيات التي تضر كثيرا وربما تجلب عدم الاستقرار السياسي والأمني، وأنتم أعلم بذلك. الرسالة الثالثة للدكتور إبراهيم الأمين عبد القادر: إن جماهير الولاية التي ارتضتكم واليا عليها يمثلون جميع قطاعات مجتمع الولاية وتشكيلاتها السياسية والمدنية والمهنية، إن هذا الإجماع أتى لما يعرفه عنكم جميع أهل الولاية من كفاءة وكاريزما القيادة وسعة الأفق والمقدرة على التخطيط للتنمية وروح الديمقراطية المتأصلة في وجدانكم وعدم النزعة للإقصاء والتمييز بين مكونات الولاية الحزبية والإثنية وكل مكوناتها الاجتماعية. وجماهير الولاية أخي دكتور إبراهيم تعلم أنكم كادر بقامة وطن، وتشكر لكم قبولكم بتكليفها لمنصب الوالي الذي هو دون كفاءتكم وقدراتكم التي تسعى الوطن كله. وسيواصل التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة فعالياته في جميع محليات الولاية ليسمع الجميع أن شعب ولاية الجزيرة أجمع وعقد الرأي على اختياركم والي عليه لقيادة الولاية لبر الأمان وتنمية مواردها والحفاظ على أموالها، وسيظل التيار مراقبا لمجريات الأحوال وتقلباتها حتى تتسلم أخي دكتور إبراهيم مهام إدارة الولاية لتحقيق آمال وتطلعات جماهير الولاية الصابرة والصامدة. والسلام عليكم ورحمة الله. سجراي زيف والرادي صوت مقموع، والشفت في التلفاز خلاني جت موجوع، ده ما بنقول الواقع والله أنا مفجوع، تقتلنا بالرصاص وتقول عميل مزروع.
تحية للمرة السودانية الكنداكات من عهد أماني تيري أماني شخيتو. المرة السودانية وتاريخها المجيد في صناعة الواقع والتأثير على مجريات الأحداث. تمثل المرأة في هذه الفعالية الأستاذة سهير الوداعة، فلتتفضل مشكورة إلى مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ونسأل الله أن يرد المفقودين وأن يشفي الجرحى منهم والمرضى. نرحب بجمهور محلية المناجل ونشكرهم على حفاوة الترحيب وبشاشة الاستقبال، ونرحب أيضا بمكونات التيار الشعبي لولاية الجزيرة من منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والإدارات الأهلية والطرق الصوفية. والمرأة والشباب والطلاب وأصحاب المهن من الزراع والمهن الصناعية والخدمية بالولاية، ونحيي أيضا جميع أهل الولاية بمختلف مقاماتهم السامية. كلنا يعلم سادتي الوضع الاقتصادي الاجتماعي طوال الفترة التي عاشت فيها البلاد وانعكاسها على المرأة والأمومة والطفولة بسبب السياسات التدميرية لموارد الولاية ووحدة تضامنها. والولاية هي الداعمة للمركز، كانت الداعمة للمركز وهي سنامه ولعقود طويلة مضت. فمن هذا من هنا جاء دعم المرأة في الولاية لترشيح أصحاب الكفاءات والخبرات لتولي المناصب السياسية والتنفيذية، وتجنب الولاية المحاصصات الحزبية والمحاصصات الحزبية. ولاية الجزيرة خضعت طوال السنين الماضية للإغصاء والدمار الممنهج، فيجب أن تكون الفترة الانتقالية فترة تعاقب وانتعاش وخلق بيئة صالحة للتنمية وللتنمية والاجتهاد وإعادة إعمار الولاية بشبابها. وأيضا خلق بيئة صالحة للتنمية والنهوض بالولاية وإعمار إعادة بنيانها وتطوير مواردها من أجل رفاهية المواطن وعيشه الكريم. فيأتي ترشيح دكتور إبراهيم الأمين متناقما مع تطلعات المرأة في ولاية الجزيرة لما يتمتع به من سعة الأفق والفهم العميق لقضايا المرأة والأمومة والطفولة، ليس فقط بحكم تخصصه للنساء ولكن أيضا لخبراته الواسعة ومقدراته الإدارية المستوعبة لقطاعات المجتمع في الولاية كافة، وحكمته في التنظيم لإدارة تلك القطاعات. تضع المرأة في عموم ولاية الجزيرة صوتها مع بقية الأصوات في مكونات في المجتمع بالولاية لترشيح دكتور إبراهيم الأمين، ونناشد أخوة النضال في قوى الحرية والتقدير والسادة في المجلس الوزراء ومجلس السيادة بأن نجد لديهم آذان ساقية لرغبة وإرادة أهل الجزيرة وتحقيق تطلعاتهم في اختيار واليهم الذي يريدون. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله. ثلاثين سنة كذب ما شفنا ليك مشروع، يبقى الحرام لينا وليك الحرام مشروع، ما بتعرفوا الإيمان من قلبكم منزوع. الإدارة الأهلية بشيوخها
ونظارها وعمودها جاءت كلها اليوم لتبايع ابنها الدكتور إبراهيم الأمين. نقدم لكم ناظر الكواهلة سيدي أحمد يوسف فضل المرجي، فليتفضل. أحمد يوسف فضل المرجي ناظر الكواهلة. ومعلوم أن التيار الشعبي لإجماع أهل ولاية الجزيرة يضم عدد من القيادات الأهلية ورجالات الصوفية وقطاعات المرأة والطلاب. توسع هذا التيار بهدف أن يكون جسما يخوض عدد من تحديات المرحلة المقبلة في واقعنا السياسي. ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمعة الكريم، الجمعة الكريم من محليات ولاية الجزيرة المختلفة التي نراها الآن أمامنا، والشكر كل الشكر لإخواننا في المناقب الذين أعدوا هذا اللقاء الطيب المبارك الجامع الذي جمعنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا دكتور إبراهيم الأمين التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله، ونحن مزكيين له إن شاء الله تعالى ومتابعين لهذا البرنامج إلى أن يصل إلى التحقيق بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنتابع إلى أن نصل إلى غاية ما نتمناه وما اجتمعنا له اليوم وما حنجتمع له بكرة وبعد بكرة وفي كل المناطق، إلى أن يتغلد الأخ الدكتور إبراهيم هذا المنصب الذي هو أهل له كفاءة ومغدرة ومعرفة. الجمع الكريم، أسمحوا لي باسمكم جميعا أرحب بضيوفنا الأعزاء. نحن معانا ضيوف الآن، و يشرفني أن أقف أمامكم اليوم نيابة عن إخوة النظار ورجالات الإدارة الأهلية، ونحن نشارككم فرحة التغيير ونسيم الحرية والسلام والعدالة إن شاء الله. أقف أمامكم لأقول لكم أن الإدارة الأهلية ظلت دوما حريصة على أمن الوطن وسلامة النسيج الاجتماعي، وما ألاحت بشريات الانتصار لثورة ديسمبر المجيد وبدأت غيوم الاختلاف بين أبناء الوطن الواحد تعكر صفاء الفرحة إلا وكانت الإدارة الأهلية حاضرة بإرثها في المصالحات، وظل رجالها من مختلف ولايات السودان حضوراً بالخرطوم يغربون وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية. وسنواصل رغم شح الإمكانيات ونقص المعينات وصعوبة المهمة حتى يتحقق السلام الكامل وتحقن الدماء ويكون التغيير واقعاً ملموساً. الأهل الأعزاء، الجزيرة وما زالت هي السودان المصغر، حيث جمعت كل قبائل السودان تحت ظل مشروعها الزراعي، ولكن لا يخفى عليكم ما أصاب الجزيرة من دمار في بنيتها الزراعية وخدماتها من تعليم وصحة. وحتى يتذوق إنسانها طعم التغيير لا بد أن يسند أمر قيادتها بالمرحلة المقبلة بأحد أبنائها، لأنهم هم وحدهم من عانوا وتألموا من مرارة التدهور. ولذلك نحن كإدارة أهلية نبارك ترشيح ونزكي الدكتور إبراهيم الأمين لقيادة الولاية لهذه المرحلة. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. تزكي ترشيح الدكتور إبراهيم الأمين لقيادة الولاية لهذه المرحلة والياً لها، فهو بما عرف عنه من قوة الشخصية والقبول التام والإجماع عليه من كافة مكونات المجتمع ونضاله ودفاعه المستميت عن حقوق أهل الجزيرة طوال الفترة السابقة، إننا نرى في الدكتور إبراهيم الأمين الرجل المناسب، ونعد بالوقوف معه ومساندته حتى تعود الجزيرة لسيرتها الأولى ومكانها الريادي إن شاء الله. في الختام أجدد الشكر والتقدير لجمعكم الكريم واحتشادكم وتحملكم المشاق، وأنتم تعبرون عن مطالبكم بحضارة وترحبون بضيوفكم بحرارة، وذي المحرية فيكم يا أهل الجزيرة ويا أهل المناجل والخلود والرحمة للشهداء الأبرار. تحية خالصة لشباب وشابات الثورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. سير سير يا إبراهيم، سير سير يا إبراهيم، نحن خلفك يا إبراهيم. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم من ولاية الجزيرة مدينة المناجل، حيث ننقل لكم فعالية التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة، وهم يدعمون ويقدمون الدكتور إبراهيم الأمين واليا لولاية الجزيرة. هنالك العديد من الفقرات تتخلل هذه الاحتفالية التي تدعم ترشيح دكتور إبراهيم الأمين واليا لولاية الجزيرة بعيدا عن المحاصصات. الآن واحدة من الفقرات هو المبدع ابن الولاية خلف الله إبراهيم الأمين يقدم فاصل قنائي، وأقول أن التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة بدأ في العام 2019. أصبح الصبح وهانت
قاصرا تغزو به الريح فتختار الهويلة يا بلاد المبدع الرائع خلف الله الأمين، وهو أحد من مبدعي محلية المناجل، قدم هذه الفقرة في إطار فعاليات التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة الذي يدعم ترشيح الدكتور إبراهيم الأمين لمنصب الوالي. كما أسلفت مشاهدينا الكرام، التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة انطلقت أعماله في سبتمبر 2019 بمدينة ود مدني، يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح وتختال الهوينا يا بلادي من كل غلب يا بلادي من كل غلب يا بلادي. بداية التحية لكم جماهير الجزيرة، شرفاء مواطني
المناقل الأحرار. نلتقيكم في فعالية ترشيح الدكتور إبراهيم الأمين مرشحاً لمنصب والي الجزيرة للفترة الانتقالية. أول حاجة بنقول إنه منو الخيار لو ما كان الدكتور إبراهيم الأمين؟ منو الخيار لو ما كان دكتور إبراهيم الأمين؟ التغى جيل البطولات بجيل التضحيات. الثورة السودانية ثورة ديسمبر 2018 التغى فيها جيل البطولات بجيل التضحيات، وأكدوا بأن هذا الوطن لا يهون عليهم أبدا. وسقط الدكتور، وسقط الدكتاتور، الدكتاتور إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه. زاغ ما كان يزيغه للآخرين، الآن هو بين جدران كوبر يعاني ما يعاني، ولسه على الله أكبر على كل من طغى وتجبر. يا من رجال ضاقت الأسى والمرارات في سجن كوبر، والآن هم أخطاب النظام البائد السفلة يزوغون الكأس التي أزاغوا منها شعب السودان. عليهم بالصبر، ما مر الركب سيحات، ومر فقد النظر، ومر أحمد هارون اللمبي ضرب أحمد هارون، الكلام الفارغ اللي بيعملوا فيه في السجون ده. السجون دي مروا عليها شرفاء ورجال وصمدوا فيها لحد ما مروا منها. يا أموات يا أحياء، عليهم بالصبر داخل هذه السجون. ما يتعلق بولاية الجزيرة، لا خيار سوى الدكتور إبراهيم الأمين، فهو من الجيل بتاع الشرفاء العظماء لهذا الوطن. لم يتوانى، لم يتراجع، كيف لا وهو ينتمي لتلك المدرسة النضالية المتفردة التي أخرجت شيخ المناضلين عبد القادر وتحبوبة، بتريد اللطام، أسد الكداد الزام، هزيت البلد من اليمن للشام، سيفك للفقر قلام. ده الكلام، وما في كلام يعني خلاف الكفاءة التي يتمتع بها الدكتور إبراهيم الأمين، فهو خريج مدرسة البطولة والتضحيات والجسارة، مدرسة كيان الأنصار. ونقول معهم الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. السماء ينتكي وجلد النمل يتسلخ، ما في كلام أنصار الإمام، ما في كلام. زي ما بقوله بنقول الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الإمام المهدي قبيل قال: ناري هذه وقضها ربي، وأعدائي حولك الفراش، كل ما أرادوا أن يطفئوها أحرقوا بها، وصار أمري فاشيا. عهدنا معاك كنتاب حربة ما بتتشلف، وصرة عين جبل معقودة بصاقعة ما بتتفلخ، إيدينا في معاك من المسجد كانت تتملخ، السماء ينتكي وجلد النمل يتسلخ. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، الدكتور خيار الشعب. ما دايرين غير اللبين، ما دايرين غير اللبين، ما دايرين غير اللبين، ما دايرين غير اللبين. نؤكد إنه نحن كشباب خيارنا وخير من يمثلنا هو دكتور إبراهيم الأمين. الجزيرة تمتلي بالكفاءات والخبرات، وآن الأوان أن يمتلك زمام أمرها أبناءها الوطنيين الخلص الأبرار. الكلام ده منتهي لحد هنا. بنقدم لكم مباشرة ممثل قوى الحرية والتغيير الأستاذ صديق عثمان أحمد، فليتفضل شاكرا. فراي وجعلي نوباوي ومحسي الأستاذ صديق عثمان أحمد، ممثل قوى الحرية والتغيير بولاية الجزيرة، وآله وصحبه ومن والاه. التحية للحراك الشعبي لأبناء الجزيرة الذي تمثله قوى إعلان الحرية والتغيير والمجتمع المدني وليان المقاومة والزراع والمهنيين والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والشباب والطلاب والمرأة
التحية لهم جميعا والتحية للحضور مع حفظ الألغاب واحترام المقامات. حقيقة نحن في الحرية والتغيير ندعم ترشيح الكفاءات ليس إلا لنعبر بهذا الوطن إلى بر الأمان في هذا المنعطف الخطير. ورثنا وطن معطوب، فلا بد لنا أن نأتي بالكفاءات لكي نخرجه إخراجا سليما وننتقل به انتقالا سلسا، انتقال بناء وانتقال إصلاح وتغيير في النفوس قبل أن يكون التغيير تغيير مناصب. الانتقال عندنا هو إننا نحن ابتداء نغر الظلم الذي حدث ونتواثق على أن لا نعود لهذا الظلم ونستشفي من جرح الألم. دي العدالة الانتقالية، بتمثل هذه الجزئيات الثلاثة: إغرار الظلم، التعاهد والتواثق على عدم العودة إليه، والاستبراء والاستشفاء من جرح الماضي. ونحن حقيقة بنحيي الثورة وشباب الثورة وبنترحم على شهداء الثورة الذين دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنا لهذه الحرية التي ننعم بها الآن، ونتمنى العودة للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. ونحيي الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة، كما نحيي الكنداكات، المرأة التي يجب أن نجعلها تاج على رؤوسنا لأنها مثلت 80% من الثورة. المرأة هي كانت الثبات حقيقة، وهي المثبت لكل من خرج إلى الشارع، فالتحية والتجلة لها. ونحن نعد الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوطن بأننا سنقف سدا منيعا على تحقيق أهدافهم. حقيقة كنا نتوقع هذا الحراك أن يكون حراك عالمي. نحن في منظمة المجتمع المدني كنا نمني النفس بأن يكون دكتور إبراهيم اللمين أمينا عاما للأمم المتحدة لحلحل كل مشاكل العالم المعقدة، فإنه أهل لذلك. عجزنا في ذلك، كانت أمنياتنا الصادقة النابعة من دواخلنا أن يكون الحراك حراك أبناء الوطن جميعا، ليكون دكتور إبراهيم الأمين رئيسا للوزراء ليحل كل مشاكل الوطن، فهي بالنسبة له لا تعني شيء. ولكن أبت نفوس أبناء الجزيرة إلا أن يقبضوا على هذا الرجل الذي هو ابنهم والذي يمتلك كل المقومات ليكون واليا للجزيرة. فهو حقيقة رجل حمال ألوية، شهاد أندية، للجيش جرار، وإنه لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار. فهو الكفاءة وهو الأمانة وهو العلم وهو الدراية وهو المقبول لدى كل جماهير الشعب السوداني. نعم هو أنصاري معتق، ولكنه وطني غيور يحمل كل معاني الوطنية، لا يقف على أنصاريته فقط، ولكنه حادم على مصالح هذا الوطن، ووقف سدا منيعا أمام الإنغاز لكي لا يمرروا أجندتهم عبر الأحزاب التي لم تشارك، وخصوصا حزبه الذي يعمل الآن نائبا لرئيسه حزب الأمة القومي، رفض رفضا باتا أن يكون الحزب جزءا من هذا الحزب الحكومة المدمرة للوطن، رفض رفضا حقيقيا. وكنا من المغربين لديه أن يكون الحزب جزء من هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الهلاك
الذي أصاب الوطن. إبراهيم الأمين رجل مشهود له بالكفاءة وبالأمانة. حقيقة نحن لا نقول نولي القوي الأمين، لكن على الجزيرة لا نريد غير إبراهيم الأمين، نولي عليها إبراهيم الأمين، لأنه هو الذي يعني وقف أمام الإنغاز وقفة رجل، ورجل مبدئي ولم يتزحزح البتة عن مبدئه ضد الإنغاز، حتى يعني دخل السجون بكل أنواعه. آخر مرحلة كانت في الفاشر، آخر سجن له نفي في الفاشر شهر وأكثر من شهر، يحرم من الطعام، يحرم من الشراب، يحرم من الأبناء والولد والأهل والعشيرة من أجل الوطن. كان يفرح ويضحك حينما يقبض عليه، لأنه كان يدفع هذه الفاتورة ثمناً غالياً لتحرير الوطن من قبضة هؤلاء الشرذمة الذين طغوا على صدور هذا البلد 30 عاماً. الآن نحن ورثنا جزيرة حقيقة في مستنقع آثٍ من الدمار والخراب، لا نريد لها أي إنسان أن يكون والياً عليها، لأننا نرى بعض الأغزام الذين يريدون أن يتطاولون لكي يحكموا ولاية الجزيرة ويكونوا ولاة. نقول لهم من لم ينتهي عند انتهاء قدره تغاصرت عنه طويلات الخطى. والله بننصحه النصيحة واضحة، إنه أنت طالما قدامك إبراهيم الأمين إذا جيت تاني تقيف أمامه عشان تترشح بتبقى والله دي خلقنا منك، زي الشافع اللي بيسنع لا تبوه، الشافع اللي بيسنع لا تبوه بيرمنه في أقرب خطوات. عشان كده نحن لا نريد أن يتطاول الأغزام على دكتور إبراهيم الأمين، لأنه هو حقيقة رجل المرحلة. إبراهيم الأمين هو رجل المرحلة المطلوب لهذه الولاية ليعيد لمشروع الجزيرة هيبته والرهد والمناقل، ويعيد للجنيد ويعيد الهيبة لمصانع النسيج التي دمرت بفعل فاعل. فهذه الأشياء إبراهيم الأمين هو على علم ودراية بها، هو على علم بكل مشاكل الجزيرة، هو على علم بقضايا بكل القضايا الوطنية، فهو رجل وطني غيور لا يصلح غيره لولاية الجزيرة. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق له، ونشكره حقيقة لتنازله ليكون واليا لولاية الجزيرة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا ممثل الحرية والتغيير الأستاذ شكرا الحرية والتغيير الأستاذ صديق عثمان أحمد. والآن مع فاصل غنائي ثوري مجددا مع الأستاذ الأمين خلف الله فليتقدم مشكورا. ندوس فوق للجروح ماشين، ونموت زي الشجر واقفين، وليه يوم الله في عزة وسبات شامخين، ما شان دنيا في شان الوطن والدين، حنبنيه بنحلم به يوماتي، وطن شامخ وطن عاتي، وطن خير ديمقراطي، ولا بنبنيه فرادي ولا بالضجة في الرادي ولا الخطب الحماسية، وطن مالك زمام أمره متوهج لهيب جمره، وطن بل فيه نساوى، وطن بل فيه نداوى، مساكن كهرباء وموية، مكان السجن مستجفى، مكان المنفى كلية. الله أكبر ولله الحمد. ألا هل تفضلت الحبيب الأمين خلف الله. We'll be right back.
Thank you.
شكرا جزيلا لك. ونحن مشاهدينا الكرام نواصل معكم نقل هذه الفعالية من ولاية الجزيرة من محلية المناقل. سعيد جدا بأن يكون معي الآن واحد من أبناء وقيادات مدينة المناقل، الأستاذ سعيد محمد عبد الله. أستاذ محمد سعيد عبد الله هو رئيس رابطة زراعي نهضة الجزيرة. أستاذ سعيد، نحن بنرحب بك في هذه الفعالية، وبداية يعني دايرين ندي فكرة وندي خلفية لهذا الجمهور ولكل المشاهدين لقناة الشروق، يعني لماذا تم اختيار دكتور إبراهيم الأمين واليا لولاية الجزيرة في المرحلة الانتقالية خلال هذه المرحلة القادمة؟ نحن حقيقة كزراعين أبناء الجزيرة أعلن على نفسنا نقوم بنهضة الجزيرة. اجتمعنا عدة اجتماعات بالرابطة، عملنا لجنة تمهيدية، أنا رئيس اللجنة التمهيدية بالنسبة لزراعي الجزيرة لينهضوا بالجزيرة. فرأينا إنه ما في خيار لنا إنه ننهض بهذه الجزيرة إلا يكون عندنا غامة بغامة إبراهيم الأمين أن يكون واليا للجزيرة، باعتبار إنه راجل مهندس الاتفاقية بتاعت حتى قوى الحرية والتغيير، فهو أنسب زول يستطيع أن ينفذ معانا كل البرامج اللي بتنهض بها
الجزيرة، لأنه نحن عندنا برنامج كبير جدا وطموح جدا لخروج الجزيرة من التدهور السابق، فرأينا أنه ما في طريقة، لذلك قاموا أهلنا بالجزيرة بالتيار الشعبي وأيدوا الخطوة دي باعتبار أنه إبراهيم اللبين ده ابنه، وهم حريصين جدا بأن يكون هو وليهم في الفترة الانتقالية لنهضة الجزيرة. نعم. طيب، بالحديث عن نهضة ولاية الجزيرة أستاذ سعيد، معلوم أن هنالك الكثير جدا من الأزمات الآن في ولاية الجزيرة. ولاية الجزيرة هي من الولايات المنتجة للقمح في ربوع هذا الوطن الكبير الممتد، ولكنها تعاني الآن من شح في الخبز. عدد من القضايا الآن هي ربما البيئة، وعدد أيضا كبير جدا من القضايا الاجتماعية التي تتدهور في ولاية الجزيرة. نحن بدورنا نسأل يعني التيار الإسلامي، التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة، يعني دوره في هذه المرحلة المقبلة، وهو يساند ويدعم ترشيح دكتور إبراهيم الأمين واليا للجزيرة. والله أنا أفتكر المشروع الجزيرة عشان ينهض والسودان عشان ينهض والثورة تنجح، إنه أول شيء مشروع الجزيرة يخرج من الكوة الحاصلة عليه دي، والتيار الشعبي مشروع الجزيرة كل غرضه إنه ينهض بهذا المشروع ويخرج من الوحدة الواقع فيها دي. فنيا نحن بنفتكر إنه تدهور الجزيرة بدأ من 2005 بالقانون المشؤوم اللي عملوه سنة 2005 بالنسبة لمشروع الجزيرة. القانون ده طبعا هو تسبب في انهيار مشروع الجزيرة تماما. الآن الحراك الشعبي على المستوى السياسي وعلى المستوى الفني، احنا كزراعيين لازمين نخرج بالمشروع والجزيرة من الوحدة الواقع فيها، كذلك نخرج للسودان باقتصاد معافى، لانه الحاصل الان في التدهور الحاصل في مشروع الجزيره ما في خطط واضحه بالنسبه للشعب او المزارع في الجزيره. الجزيره يحتاج الى هيكله ويحتاج الى شغل من فوق في من المحافظ لحد اخر مفتش، فلذلك نحن علينا على نفسنا نجمع كل الزراعين في الجزيرة عشان ما نخرج أما التدهور الحاصل الآن بالنسبة لحتى الموسم الشتوي الآن المقبلين عليه، ونحن ما في خطة واضحة بالنسبة للناس عشان ما تبدأ عليها. كل مجهودات شعبية حتى التقاوي اللي بتتم من السوق، ما بتتم من الأبحاث ولا بتتم من دور الفنية بالنسبة للمشروع. طيب أستاذ سعيد محمد عبد الله، نحن بنسألك سؤال أخير، إن كان هناك رسالة تود أن توجهها لجماهير ولاية الجزيرة ولكل الشعب السودان من خلال التيار الأهلي لإجماع أهل الجزيرة. من هنا أنا بناشد كل أخواننا الزراعيين أولاد الجزيرة بالتحديد، وكلنا نتجرد عن كل العباءات إلا الجزيرة، فكل زراعي يرى في نفسه كفاءة إنه يجي للرابطة دي عشان يعمل معانا في نهضة الجزيرة، والله مرحب به. دي الرسالة الأولى بالنسبة لكل أخواننا الزراعيين. عفوا للمقاطعة أستاذ سعيد، الآن كلمة أهل التصوف في ولاية الجزيرة نستمع إليها. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم في نقل هذه الفعالية من ولاية الجزيرة محلية المناجل، الفعالية التي نظمها التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة لدعم وترشيح دكتور إبراهيم الأمين واليا للجزيرة. نتمنى عودة الموجودين، نسأل الله أن يجعل الخير وكل الخير. وفي بداية حديثي نرحب بحشود وجماهير منطقة المناجل الشرفاء والطروة الصوفية كافة والإدارة الأهلية والتيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة ومكونات الحرية والتغيير والزراع والمهنيين والمرأة والشباب وليان التغيير وكافة القطاعات. ولكل الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشكركم لتعاونكم ومشاركتكم الفعالة في هذا اللقاء الأول الأغوى. واليوم نتحدث إليكم وكل ناسغة عن دور الطرق الصوفية وما لها من واجبات. فالصوفية هي صناعة وجدان الناس والباعث الأول لروحانيتهم، وهي أساس التعليم والوعي، ولها مساهمات كثيرة ذات التأثير الواسع على الفرد. وهذا القطاع يشارك في شؤون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لإصلاح الحالة التي يعاني منها المجتمع. ومن هنا يأتي دعمهم وترشيحهم للدكتور أبراهيم الأمين كوالي لولاية الجزيرة لما له من سيرة عطرة ونجاحات باهرة وخبرات واسعة مشهود لها، وهو بمثابة الرجل المناسب في المكان المناسب. ونريد أن تكون الجزيرة نسيج واحد تحمل الوطنية الصادقة، ونناشد من يكون على أمر الولاية أمينا في اختيارهم، بعيدين عن الطرديات والجهوية والمحاصصات، بل اختيار يجب أن يكون مبنيا على الكفاءات والقدرات حتى يتسنى لنا بدفع للتنمية وتطوير الولاية على الوجه الأكمل. وهذه هي أهدافنا ومطالبنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الجزيرة الخضراء ولكل ما هو خير لها. شكرا جزيلا. طيب، شكرا جزيلا ممثل السادة الصوفية. وكما لا ننسى أن نشكر الإخوة الإعلاميين، وقبلهم في مكالمة على الهاتف مع الدكتور إبراهيم الأمين مخاطبا أهله ومناصريه بالمناقل. فليتفضل الدكتور إبراهيم الأمين عبد القادر مخاطبا جماهير مدينة المناقل وعموم أهل الجزيرة. تفضل يا دكتور. يخاطب أهله في المناقل وفي الجزيرة وأبناء الجزيرة وأبناء السودان عموما، لأنه الجزيرة وهي درة السودان، الجزيرة هي المنارة، الجزيرة هي الحضارة، الجزيرة احتضنت كل أبناء السودان من الشرق ومن الغرب من الجهات. مشروع الجزيرة هو مشروع كان عطاؤه لكل أهل السودان، كان يقدم مع بعض الشركات العامة 40% من الموازنة العامة في السودان. هذا المشروع الآن يحتضر. نحن في الجزيرة، وأنا أحد أبناء الجزيرة، لا أتحدث عن موقع، أتحدث بأني واحد من هؤلاء الرجال والنساء والشباب الذين ارتضوا أن يقدموا برنامجا تغييريا، برنامجا يسعى إلى تطوير وإنماء الجزيرة، برنامج يعتمد على المواطن، لأن المواطن الجزيرة بحكم خبرته وبحكم وطنيته وبحكم تجلياته في جميع المجالات، سواء كان في الزراعة أو في التعليم أو في الثقافة أو حتى في الرياضة، يستطيع أن تكون الجزيرة دائما في المقدمة. أنا أشكر أهلي وأحبابي للمنطقة التي أنتمي إليها لحما ودما، إلى المنطقة التي مهنيا أنا عملت في كل مستشفيات الجزيرة، عملت في الحوش وعملت في المناقل وعملت في رفاعة وعملت في الحصحيصة. هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء وهؤلاء الشباب يجب أن يكون يدا واحدة من أجل الجزيرة. نحن نتحدث عن المستقبل، نحن نريد أن تكون الجزيرة هي القاطرة لكل ولايات السودان، وعندها من الموارد
الموارد الطبيعية والموارد البشرية، ومن قدرة أبناء الجزيرة على بناء الجزيرة على أسس جديدة وعلى إصلاح المشروع وعلى إصلاح التعليم. هذه التحية لهؤلاء الرجال والنساء والشباب في الحشد الشعبي لموقفهم. أنا حقيقة لم أكن ما كنت في لحظة من اللحظات مفكر في أي وظيفة في الفترة الانتقالية، ورفضت كل العروض، ولكن ما حدث بأن وقف أبناء الجزيرة وبنات الجزيرة هذه الوقفة ما كان لي رد إلا أن أرد بالموافقة والاستجابة لطلباتهم، لأن طلباتهم هي نابعة من حرصهم على البلد ومن حرصهم على الجزيرة ومن حرصهم على مشروع الجزيرة. تحياتي لهم جميعا، وأتمنى من الله العلي العظيم أن يوفق جميعا وأن يكون العمل في الجزيرة عمل بقيادة جماعية. أنا لا أتحدث عن حاكم ولا أتحدث عن أوامر، أنا أتحدث عن إدارة تشاركية، إدارة يشترك فيها كل مواطن، وأن يكون هناك تفاعل بين كل أبناء الجزيرة لنستطيع بهذه الصفة أن نعبر هذه المرحلة إلى مرحلة تكون فيها الجزيرة كما ذكرت في المقدمة لأبناء الجزيرة ولأبناء السودان ككل. والسلام عليكم ورحمة الله. أيما الأمين على مخاطبة الحضور الكريم. يا صوت شكر موصول إلى كل القنوات الإعلامية التي ساهمت بالتغطية لهذه الفعالية، نذكر منهم سودان تايمز، سودان تريبيون، إذاعة واد مدني، فضائية الجزيرة. أتتنا برغية من وحدة واد النعيم جنوب الجزيرة بأنها تقف غلبا وغالبا في ترشيح الدكتور إبراهيم الأمين واليا لولاية الجزيرة، كما أن تجمع غرى واد محمود عنهم أبو القاسم محمد الخضر يقفون وقفة رجل واحد خلف ترشيح الدكتور إبراهيم الأمين بإبراهيم الأمين نعبر بالجزيرة التي تليق بنا وتشبهنا لأنه يمثلنا ونمثله ونسق فيه معا. سنعبر بالجزيرة وستكون الجزيرة في مقدمة ولايات السودان خيرا وعدا تقدما ونما. شكرا جزيلا الحضور الكريم، شكرا جزيلا للضيوف الأكارم بمختلف المقامات والمسميات. التيار الحشدي، التيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة، الآن في فاصل غنائي ختامي مع المبدع لمين خلف الله، فليتقدم ملهبا حماس الجماهير. تفضل يا لمين خلف الله. مشكوراً.